أثبتت النتائج العينات التي أرسلت مع الفريق المختص من النقابة والاتحاد الدولي تعرض الزميل محمد العبسي إلى حالة تسمم واستنشاق أول أكسيد الكربون بنسبة قاتلة أدت إلى وفاته. هذه يعني أبرز ما جاء في التقرير والسبب الرئيسي للوفاة. وبالتالي لابد يعني أن الوفاة كانت بسبب تسمم الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون. وجدت مادة التسمم في الدم بنسبة تشبع 65% التي يعتبرها الأطباء نسبة قاتلة. نعم، إذا سيد نبيل، ما هي الخطوة التالية لفريق المتابعة للقضية والآن أصبح بيدهم الدليل القاطع على مقتل محمد؟ طبعا نحن دعونا في نقابة الصحفيين وفي فريق المتابعة وأسرة الصحفي محمد العبسي دعونا إلى أن يكون هناك البدء بتحقيق شفاف وكفؤ وحيادي حول ملابسات الوفاة بما يكفل معرفة كافة الأسباب والظروف المحيطة بها. الموضوع الآن لم يعد قضية شخص وفاة محمد العبسي فقط، ولكن هذه أصبحت قضية الصحفيين كاملة. نحن نريد أن يكون هناك تحقيق يتم فيه إشراك لجنة المتابعة وإشراك نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي وأيضا المحامي أو المستشار القانوني لنقابة الصحفيين في التحقيقات. نحن هذه الملابسات كافة تؤكد أن الزميل محمد العبسي تعرض للاغتيال بشكل ممنهج ومقصود، وبالتالي نحن حريصين على معرفة ما الذي حدث له ومن الجهة التي قامت بذلك ولمعرفة أسباب الوفاة بشكل أسباب التسمم بشكل واضح وكامل.